معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً، ملابسنا الخارجية خلال تواجدنا بالعمل أو للتبضع الاحتياجات الأساسية للمنزل هو أكثر شيء حالياً عم نقوم فيه خلال التزامنا بالمنزل بهدف الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن ما المدة التي يعيش فيها فيروس كورونا على الملابس؟ بالنسبة للخبراء، من الممكن لفيروس كورونا العيش على الملابس لساعات قليلة غير محددة بعد. بشكل عام، من المعلوم أن فيروس كورونا يميل إلى البقاء لفترة أقصر من الوقت على القماش مقارنة بالأسطح الصلبة كالفولاذ المقاوم للصدأ، البلاستيك والحديد. هل يوجد أنواع معينة من الأقمشة أكثر عرضة لفيروس كورونا من غيرها؟ نعم، أكدت الدراسات أن مدة عيش الفيروس على الملابس تتغير بحسب نوعية الأقمشة. قماش البوليستر أو الصوف أو الليجرا هي من الأقمشة التي يعيش عليها الفيروس لفترة أطول من قماش القطن أو حتى الجلد. من المعلوم أيضاً أنه من الممكن لفيروس كورونا أن يبقى ليومين أو ثلاثة على البلاستيك، 24 ساعة على النحاس، لذلك فإن معظم الملابس تقترن بالأزرار والسحابات وبعض التفاصيل التي من الممكن أن تكون مصنوعة من هذه المواد. كيفية التصرف بالملابس بعد العودة من الخارج؟ فور العودة من الخارج لابد من الحرص على عدم الجلوس وخلع الملابس مباشرة، كذلك غسل الملابس فوراً وعدم تجميعها في سلة الغسيل. هذه الخطوة تساعدك في الوقاية من فيروس كورونا. كيفية غسل الملابس للوقاية من فيروس كورونا؟ استخدام قفازات أثناء وضع الملابس في الغسالة، اللجوء إلى درجة حرارة مرتفعة، تنظيف آلة الغسيل، استخدام الكمية المناسبة من مواد التنظيف، عدم ملء الغسالة بطريقة مفرطة لمنح الملابس مساحة للتحرك بقوة في الماء والصابون. هي أشياء ممكن ما ننتبه لخطورتها، لكن بخطوات بسيطة ممكن نكون عم نحمي أنفسنا وعائلتنا.